مباشرة الاقتصادية اللاتينة وبتعاون مع شركة الشهاب للعلاقات العالمية. ليست مطلبا شعبيا لهذه البلدان فقط، بل هي مطلب شركائنا جميعا الأوروبيين والإفريقيين وإخواننا العرب. أصبحت مطلبا تاريخيا ملحا، مطلبا اقتصاديا ملحا، مطلبا سياسيا ملحا، أصبحت مطلبا حقيقيا على جميع المستويات. ولا يمكن للمغرب كما دائما إلا أن يقف المواقف المبدئية، المواقف السليمة، المواقف التي تؤكد وتنسجم مع ضرورة بناء مغرب قوي، ضرورة بناء مغرب عربي بجميع مكوناته، قوي اقتصاديا، قوي سياسيا، يبين ويعطي الفرصة لأبنائه من أجل رفاهية، من أجل ازدهار كما نتمناه لهم جميعا. اخترنا المملكة المغربية لعقد أشغال هذا المنتدى لنجاح المملكة في احتضانها حوار السياسي الليبي بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات السنوات الماضية، وأيضا لأن المغرب للمملكة المغربية تجربة رائدة وناجحة في الاستثمار العقاري والسياحي والتطوير الاقتصادي وريادة الأعمال والبنية التحتية. نطمح بأن نحقق شراكات دولية حقيقية جديدة مغاربية وإقليمية ودولية مع ليبيا من خلال أشغال هذا المنتدى، وسوف تكون هذه الانطلاقة، وسوف يكون لنا لقاءات ومنتديات مقبلة في السنوات القادمة. نطمح بأن نوطن هذا المنتدى لكي يكون هو اللبنة الحقيقية للانطلاق في إعادة إعمار وإعادة الاستثمار وتحقيق الازدهار والاقتصاد في ليبيا من جديد. شكرا على تبنيها واستضافتها لهذا المؤتمر، ونشكرهم أيضا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. هذا المؤتمر هام جدا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وليبيا، ولكنه أيضا يفتح المجال واسعا أمام المستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي. نعول عليه كثيرا في تبادل الرأي وتبادل الأفكار. ليبيا مقبلة على برنامج واسع لإعادة الإعمار، فيه فرص لكل الشركات ذات الكفاءة، ونحن مستثمرين ونتعاون مع المنظمات الدولية في تطوير البرنامج التنموي الذي ستجري مناقشته في هذا الموضوع. لقاء اليوم هو لقاء ما بين رجال الأعمال والمستثمرين الليبيين مع مدراء المدير المغربي، وكذلك رجال الأداب السابقة. أجل هذا اللقاء هو بحث عن سبل الاستثمار في دولة ليبيا، وكذلك التجربة المغربية في الورشات. كذلك هناك بعض الإشكاليات في الاستثمار داخل كيف القوانين اللي كتنظم داخل الدولة الليبية، فهناك تبادل الخبرات. كذلك هناك رجال أعمال، يعني يكون هناك داخل الكونتريتوبين، يعني يكون بين رجال الأعمال المغاربة ورجال الأعمال الليبيين. وكذلك هناك مؤسسات دولية مالية اللي باغا تفتح مع الدولة الليبية كيف الاستثمار تاعها. عنها هذا المنتدى وغيره من المنتديات التي يمكن ان تكون نتائجها ايجابيه على رجال الاعمال المغاربه، على 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 رجال الاعمال الليبيين، وبالتالي المغرب ما يمكنش يتخلف ولو للحظه، وسيكون في المقدمه دائما كما كان في جميع القضايا وفي جميع المواقف التي يمكن ان تكون لها تبعات ايجابيه على الاستقرار في ليبيا وعلى النمو الاقتصادي في ليبيا وعلى أن التنمية في ليبيا تأخذ المسار ديالها الحقيقي. هذا هو المغرب، هذا مواقف ديالو الثابتة ليس في ليبيا ولكن في جميع القضايا العادلة عبر العالم. المواقف ديال المغرب هي مواقف مبدئية، يقف دائما موقف سليم في الأوقات الصعبة، وهذا ماشي سهل أنك ديروا دائما، ولكن الحمد لله المغرب نجح الى حدود اللحظه ان يقف مثل هذه المواقف في القضيه الليبيه وفي جميع القضايا على المستوى العالمي التي يكون فعلا ان يتخذ فيها مواقف شجاعه، مواقف كبيره، مواقف سليمه. هذا هو المنتدى، هو يركز بالدرجه الاولى على القطاع الخاص. وجود الوزير هنا ليس بالضروره، ونحن مستعدين للاجابه عن اي استفسارات حول القرارات والقوانين والتشريعات اللي لها علاقه بالاستثمار في ليبيا. ليبيا لديها قانون الاستثمار رقم 9، قانون عالمي، قانون اعطى كامل الحقوق للشركات المستثمره في ليبيا، والدليل على ذلك ان الشركات كانت تستثمر قبل 2011، وهذه الشركات بعض منها تقدم بشكاوي لمنظمات او لغرفه التجاره باريس، و
حصلت الأحكام والأحكام مفدت عن طريق تجميد بعض الأرصدة الليبية والخارجية.